تود سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تسترعى انتباه المواطنين الكرام إلى قيام جهات مشبوهة بالادعاء بأنهم يمثلون القسم القنصلي في سفارة دولة الكويت في واشنطن، ويطلبون من بعض المواطنين الكويتيين دفع مبالغ مالية نظير خدمات قنصلية أو أكاديمية، كتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية أو تصديق الشهادات وغيرها. وتؤكد السفارة على أنها لا تقوم بالتواصل مع المواطنين الكرام سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية لطلب مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال. وترجو السفارة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات والرسائل وعدم دفع مبالغ أو المشاركة بأي معلومات أو أوراق رسمية. وتؤكد السفارة على ضرورة إبلاغ الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والتواصل مع السفارة في واشنطن على هاتف الطوارئ.